لكن سؤال يتعلق بالصناعة في تركيا، يعني بعيدا عن الصناعات الدفاعية التي أثبتت فيها تركيا وأصبحت رائدة فيها. زعيم المعارضة قبل أيام يتحدث يقول سموا لي معمل واحد تم إنشاؤه خلال حكم العدالة والتنمية. ماذا عن الصناعات الأخرى في تركيا؟ ويعني كيف يقول زعيم المعارضة هذا؟ هل حقيقة تركيا تفتقر إلى المعامل يعني والمصانع؟ هذا إن دل على شيء فتصريح زعيم المعارضة كمال كليشتار أولو يدل على أنه هو لا يعيش في هذا البلد أو هو لا يرى، وهذه مشكلة. يعني عندما يكون الإنسان أعمى البصيرة، ربما ليس أعمى النظر ولكنه أعمى البصيرة وأعمى عن الحقيقة، فهذه مشكلة كبيرة جدا. نسأل الله له السلامة والشفاء. أما أن يكون أن يخطئ الآخرين وأن لا وأن لا يعترف والفضل بما اعترف به الآخرون، الغرب وأوروبا والعالم كله يتكلم عن إنجازات أردوغان في تركيا، وكل من يأتي إلى تركيا يرى أن تركيا اليوم غير تركيا قبل 20 عاما، اختلفت كثيرا في كثير من هذا الموضوع. ولكن إجابة على سؤالك وردا على كمال كليشتاروغلو، سأعطي معلومات محددة عن هذا الموضوع. نعم، تركيا يا سيدي الذي يقول ماذا صنع، أعطوني معملا واحدا أو أعطوني مصنعا واحدا في عهد أردوغان، دعنا أقول لك هذا الكلام. واحد، تركيا تعتبر الآن الدولة الثانية عالميا في صناعة الحديد والصلب. تركيا الآن تعتبر الدولة الثالثة عالميا والأولى أوروبيا في صناعة التكستيل والنسيج. 34 مليار دولار حجم الصادرات التركية فقط لأول 10 شهور في هذا العام. 34 مليار دولار. تركيا تعتبر الأولى أوروبيا والرابعة عالميا في صناعة قطع غيار السيارات. تركيا تعتبر الأولى زراعيا والأولى عالميا في المنتجات الزراعية لكل من البندق والمشمش والجوز. تركيا تعتبر السابع عالميا والثالثة أوروبيا في صناعة السفن العملاقة. تركيا تعتبر أكثر من 12 شركة تركية دخلت في أقوى 100 شركة إنشاءات ومقاولات على مستوى العالم.